تقريبا وقت العصر، وقت العصر نطلع نحن، يعني وقت العصر نجهز البترول ونجهز الأشباك اللي هن اللي ياخذ كذا، ونطلع تقريبا الساعة 5 العصر، ونطلع البحر 5 العصر نرجع هذا الوقت. شايف انت 5 الفجر تقريبا كذا. اليوم سهوة، هذه صايدينها امس نحن. ها وهذه تبيع 9؟ لا ب10. لا مع السلامة. كم من اسمك نادر ذي؟ في ريالين؟ لا شيء ثاني، شيء ثاني أكيد، أكيد شيء ثاني. نحن كصيد التقليدي يكون في الأسواق التقليدية يكون هيا، بس التاجر اللي نحن نبيعه ممكن إنه يأخذ الشركات ويصدر وكل شيء يعني يقدر يعني. اليوم حكم قابوس في نفس اليوم حقينا صيف ان نشوفه هناك. هذا طبعا ابو احمد لب روحي في السوق، تجي متضايق من البيت تشوف ذا الوجه تضحك تبتسم. هذا هذا اشتغل يعني هو وجدي اللي خبرتك عنه، كانوا من يوم اطفال هم صح له ابو احمد، من يوم اطفال كانوا هم يشتغلوا مع بعض البحر والبياعة وال 24 ساعة كانوا مع بعض، والحين توفى قبل سنة سبحان الله جدي، وبقى ابو احمد بقى والحمد لله رب العالمين. 53 عاد إن شاء الله احنا نتأمل أن يكون فيه آلات اللي هي على حسب توزيع الأسماك على حسب الأحجام والأنواع، لكن إن شاء الله في المستقبل احنا عاملين تصور على أساس يكون معدات أحدث تكنولوجيا تكون شغالة في المصنع. احنا عندنا فروع للشركة في مصيرة وصوقرة والأشخر وصلالة تنتج في اليوم 60-50-80 طن. أيوة biodiversity that will showcase the pure wildlife and natural beauty. There's no people in the actual programs. It's one of the pillars for the national gross income, which is the government now relying on. That's why it's been investing a lot in it in order to improve the harbor, the fishing harbors, fishing grounds, fishing fleets, vessels. When the human being gets used to do a certain way by his own way, so it's kind of hard to give up that traditional way. However, if the human being notices there is like a gain out of changing that way, so then we'll, at the end of the day, he's going to go for it.